ترأس صباح اليوم الأمين العام النائب لوزارة البيئة والصيد أعمال اجتماع التفاكري حول أهمية البيئة والحفاظ عليها ووضع خطط واستراتيجيات للعام الحالي. جرت المناسبة بحضور ممثل الأمين العام للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا فاطمة داوود اللحيمر، تفصل في التقرير التالي. إن حماية البيئة بمنطقة وسط إفريقيا تتطلب جهودا كبيرة لضمان الاستقرار البيئي، الأمر الذي أدى بحكومات الدول الأفريقية إلى اتخاذ إجراءات تتكيف مع بيئة كل دولة، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط الجديدة التي تتم مناقشتها بين الحين والآخر. لذا جاء هذا الاجتماع الذي جمع ممثلي أعضاء المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا مع ممثلي وزارة البيئة والصيد من أجل وضع خطط جديدة لعام 2017 حول حماية البيئة والحفاظ على الحيوانات بمختلف أنواعها من الانقراض. في كلمته الافتتاحية، الأمين العام النائب بوزارة البيئة والصيد أولبات ماغومنا أبدأ ارتياحه بتنظيم هذا اللقاء الذي يناقش كيفية الحفاظ على البيئة، مطالبا من المشاركين بضرورة الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها تقوم بحلحلة الإشكاليات التي تعاني منها البيئة الحيوانية في تشاد. بدوره ممثل الأمين العام للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا هونير تابونا أشار إلى الدور الذي لعبته المجموعة في الحفاظ على البيئة في مختلف دول وسط إفريقيا من خلال القمم السابقة لقادة الدول والزعماء الأفارقة، وأن هذا الاجتماع يتطلب جهودا كبيرة من أجل ضمان الاستقرار الحيواني والبيئي في جميع دول وسط إفريقيا. والمشار إليه أن الحكومة التشادية بالتعاون مع شركاء التنمية قد حققوا العديد من الإنجازات في مجال الحفاظ على البيئة عبر إقامة الحزام الأخضر لمحاربة الزحف الصحراوي وعمليات التطعيم في القطاع الحيواني، إضافة إلى القيام بحملات التوعية للمواطنين حول أهمية البيئة في مختلف أقاليم جنوب ووسط وغرب البلاد.